مرحبا. لكسر الملل حضرت لكم اليوم موقع يمكنك من خلاله التجول في العديد من شوارع العالم. الموقع ستجد رابطه تحت الفيديو. ندخل الموقع. هذا هو الموقع. من خلال هذا الموقع يمكنك التجول في مختلف شوارع العالم. مثلا هنا نحن في منطقة في فرنسا، يمكنك ملاحظة تجول تسير في الشارع، يمكنك النظر من الاتجاهات كأنك حقيقة في الشارع، يمكنك تقريب الصورة. نعم هكذا نحن الآن في هذا الأماكن في فرنسا، هكذا تلاحظ. وأنت في مكانك يمكنك كسر الملل والتجول في عدة مناطق في العالم. إن لم يعجبك الشارع يمكنك تغيير الشارع. نحن الآن في منطقة في كمبوديا، لاحظ هكذا تسير. لاحظ يمكنك كذلك اختيار او التعرف على المنطقة التي انت موجود فيها من خلال الخريطة. هنا map view يعني تظهر لك على الخريطة المنطقة التي انت موجود فيها من خلال الخريطة. يمكنك كذلك اختيار الدولة التي تريد ان تتجول فيها. مثلا اذهب الى مثلا استراليا. مثلا الان نحن في استراليا في منطقة في استراليا. ها هو الطريق. يمكنك ان تنظر هكذا في الطريق، تلاحظ تتجول من كل الاتجاهات. يمكنك فقط بتحريك الهاتف، تحريك الهاتف يمكنك أن تتجول. نعم هكذا تتجول في أي منطقة في العالم. على السيارات، هذا هو الموقع. موقع بسيط سهل، يمكنك من خلاله أن تتجول. نلاحظ الشارع الآخر هنا مثلا تتجول. نحن الآن مثلا ما زلنا في استراليا لأننا اخترنا أن نتجول في استراليا. نختار دولة أخرى، مثلا أي دولة. مثلا نحن الآن هنا في إيرلندا، يمكنك الملاحظة التجول هكذا، النظر بتحريك الهاتف فقط. يمكنك النظر في كل الاتجاهات بتحريك الهاتف فقط. يمكنك كما قلنا التقريب. موقع جيد لكسر الملل ومعرفة بعض المناطق في العالم، الطبيعة خاصة الأماكن الطبيعية. نعم هكذا بعض الطرقات. موقع جيد أردت مشاركته معكم. أتمنى أن يفيدكم. استمتعوا، إلى اللقاء.